بسم الله الرحمن الرحيم. نعود للسكشن اللي ابتدأنا من المرة الماضية، وكان موضوعنا هو الاكستريم فاليوز اوف اي فانكشن، القيم القصوى او القيم المتطرفة لدالة ما. طبعا المرة اللي فاتت اخذنا الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم، وعرفنا الابسوليوت ماكسيمم اقصى قيمة بتاخدها الدالة على كل الدومين تبعها، والابسوليوت مينيمم اقل قيمه بتاخدها الداله على كل الدومين تبعها. هذا اللي تعرضنا له المره الماضيه، ولقينا الابسوليوت ماكسيمم او الابسوليوت مينيمم قد يحدث ات انترور بوينت، عند نقطه داخليه في الدومين، وقد يكون عند الان بوينت، فهمني؟ سواء كانت هذه ولا هذه، المهم انه عندي ابسوليوت ماكسيمم وابسوليوت مينيمم لداله ما لم تكن كونستانت فانكشن. إذا كنا constant function ما عنديش absolute maximum absolute minimum، لكن ما خلى ذلك إذا الدالة دالة متصلة لازم يكون في عندي absolute maximum والabsolute minimum على الدومين تابعها. طيب نيجي لتعريف جديد بدنا local maximum واللocal minimum، بدنا نقرأ كويس ونقارن بين هذا الديفينيشن والديفينيشن تبع المرة الماضية. نقرأ هذا الديفينيشن ثم نعود ديفينيشن المرة الماضية. بيقول الـ F has a local maximum أو local minimum value at an interior point. يبقى إحنا الآن ما لناش علاقة بمين؟ بالـ end points. نتكلم عند الـ interior points، النقاط الداخلية للدومين. At interior point C اللي موجودة في دومين الدالة F، إذا F of X أقل من أو يساوي الـ F of C، يبقى F of C مالها؟ أكبر ما يمكن، إيش بسميها؟ local maximum. أقل ما يمكن F of C أقل من أو يساوي F، يبقى local من بس وين؟ for all X in some open interval containing C، على فترة containing C. طيب طلع لي في تعريف المرة الماضية أول definition في سكشن 4.1 من المحاضرة الماضية. أول definition طلع أقرأ كويس، وبدنا نشوف هل التعريف هذا هو نفس تعريف المرة الماضية والله بيختلف عنه، وإذا بيختلف عنه ما وجه الاختلاف بين التعريفين. بس اقرأ كويس وبعدين بنسأل. اقرأ كويس definition المرة الماضية، أول تعريف في بداية المحاضرة، في أول definition في سكشن 4.1. في فروقات ما بين التعريفين، في 2 رفع ايديهم، 3 4 ايوه. بدنا كمان نفكر كويس وتطلع في فروقات ولا فيش فروقات. اذا فيش فروقات بلاش خلص نمشي، واذا في فروقات بدنا نعرفها. يا ابن تفضل. التعريف اللي المره اللي فاتت في التعريف من خلاله الذي يعطيني الابسولوت ماكسيمم والابسولوت مينيمم، كويس. شرطه ان تكون الاف اكس الابسولوت ماكسيمم اكبر او اف سي اكبر او يساوي اف اكس لكل اكس في الفتره، في الدومين كله، لكل الدومين. تمام. هذه بس لبعض قطعات مفتوحه، لجزء محدود منها. ممتاز جدا. يبقى أول شيء هذه تتكلم عن النقاط الداخلية فقط، هاي الفرق الأول. هناك ما قلناش interior point، قلنا على كل الدومين تبعه، سواء كانوا interior points أو end points، سواء كان طرفي الانترفال أو أي نقطة داخلية. تمام. هنا قال لي لا، أنت بتكلم على نقطة داخلية في الدومين. تمام. هاي النقطة الأولى. 2 هنا قال لي for all x في الدومين دي، قال لي لكل الاكس اللي موجودة في الدومين. هذا قال لي لا، for some open interval containing c، بدي open interval حوالين النقطة c مش على كل الدومين كله دي مرة واحدة. تعالوا نشوف الفرق هذا على الرسم. طلع لي الرسم اللي عند هذا. لو جيت عند النقطة c1 هذه، بدي اخد open interval حواليها ضمن الدومين. الدومين من وين لوين؟ من ايه الى بي. يبقى انا اخذت جزء من الدومين حوالين النقطة C، الجزء الاحمر الانترفال، open interval containing C، يبقى containing C1. تمام. طيب بدي اجي طالع لغاية ما قابل المنحنى تبع الدالة، قابلته هنا وهنا، جيت طالع قابلته هنا،
يبقى قابلته هنا خلال الفترة اللي عندنا هذه الفترة الحمراء اللي انتم شايفينها. باجي طالع فوق بلاقي انه قيمة الدالة F of C1 اكبر من اي قيمة حواليها، تمام؟ يبقى هذه لوكال ايش؟ لوكال ماكسيمم. من هنا قلنا هذه لوكال ماكسيمم عند وين؟ عندي C1. طيب تمام، بداجي عندي C2. هاي السي 2 بدي اخد اوبن انترفال حوالي واجي طالع بالسلامة هيك واجي طالع من هنا هيك، تمام؟ لقينا هنا الدالة هنا بتاخد اقل قيمة خلال الفترة هذه اللي هو الصم اوبن انترفال، جزء من الدومين اخذت اقل ما يمكن. يبقى عند سي 2 الدالة بتاخد ايش؟ لوكال مينيمم، كويس. طب الان بدي اجي عند السي 3 بدي اخذ اوبن انترفال حوالين السي 3 واجي طالع لغايه ما قابل المنحنى اللي عندنا، ومن هنا جيت طالع لغايه ما قابل المنحنى اللي عندنا، قابلته هنا وهنا. اذا هنا الدلش بتاخذ اكبر قيمه من القيم اللي حواليها، يبقى هذه اللوكال ماكسيمم. طيب بدي اجي عند السي 4 لسه بتكلمش، انا بتكلم في اللوكال فقط، لما اخلص بعدين بنرجع نربط الكلام هذا بالكلام العتيق. بدي اجي للسي 4 بدي اخذ اوبن انترفال حواليها، قد ما تكون الاوبن انترفال تكون قابلت المنحنى، وهنا جيت طالع برضو قابلت المنحنى هنا عند النقطتين، لكن هنا ها الدنيا بتاخذ اقل قيمه لها خلال الفتره اللي عندنا هذه، يبقى هذه لوكال مينيمم. يبقى لوكال مينيمم شو صار عندي؟ صار عندي المنحنى على الشكل التالي، لوكال ماكسيمم لوكال ماكسيمم، هاي تنتين هنا لوكال مينيمم وهنا لوكال مينيمم. ولاحظ الاربع نقاط كلهم نقاط داخليه، ما تكلمتش لا عند اول نقطه ولا عند اخر نقطه حتى الان. يبقى ها ان كل النقاط الداخليه اللوكال ماكسيمم اذا اف اوف اكس اقل من اف اوف سي، يعني اف اوف سي اكبر من الكل، لوكال مينيمم اذا اف اوف سي اقل من الكل، ان سم اوبن انترفال حوالين النقطه سي اللي عندنا هذه، تمام؟ اذا لقيت عندي لوكال مينيمم بدل الواحده تنتين ولوكال ماكسيمم بدل الواحده تنتين، هذا في الانترور بوينتس، لكن ضل مين عندنا؟ ضل الطرفين. بقول لك كويس، نيجي بدنا نعرف عند الطرفين في عندي لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم. حاطين هذا في صيغه الريمارك التاليه، قلت لو كانت الداله داله متصله على الكلوزد انترفال اي وبي، النقطة الأولى الـ F has a local minimum، local minimum إذا F of X أكبر من أو تساوي مين؟ F of A. وين F of A؟ هاي هذه المسافة F of A، بدي أجي لـ interval حواليها من جهة الشمال ما عنديش، يبقى بروح من وين؟ من جهة اليمين من عند الـ A. بقول لو المسافة من هنا لهنا سميتها دلتا، يبقى إحداث النقطة هذه بصير قداش يا شباب؟ A زائد دلتا. يبقى بدي أجي أطلع رأسي هيك لغاية هنا، صارت هنا أقل قيمة للدالة خلال الفترة من A لغاية A زائد دلتا، يبقى هذه بتكون لوكال مينيمم. يبقى باجي بقول له انه النقطة هذه اف هاز لوكال مينيمم عند اكس يساوي ايه، اذا كان الاف اوف اي اقل من او يساوي الاف اوف اكس، او الاف اوف اكس اكبر من يساوي اف اوف اي، لكل الاكس اللي موجودة في الانترفال من عند الاي لغاية اي زائد دلتا، من عند الاي مغلقة لانه قبلها ما عنديش، ومن عند الاي زائد دلتا خليتها فترة مفتوحة. دلتا قديش؟ قد ما بدي اخدها، واحد من عشرة، اثنين من عشرة، واحد صحيح، اثنين، زي ما بدي اخد الفترة اللي بدك، بس بحيث ما تصطدمش بوحدة ثانية، تضل قبلها قد ما بدي اخدها هذه، تمام؟ طيب هذا لو كان ايش؟ لوكال مين. لو كان لوكال ماكسيمم بده يكون الاف اوف اكس اقل من او يساوي الاف اوف اي، يعني الاف اوف اي اكبر، ممتاز. انا ما عندي شيء، عندي اقل،
يبقى اللي بين قوسين غير متحقق عند النقطة مين يساوي ايه. بس انا حطيت لانه احتمال مش تبقى جاي من تحت، احتمال تبقى جاي من فوق، صحيح ولا لا؟ تمام. طب نيجي للنقطة الثانية، عند النقطة بي الاف هاز اي لوكال ماكسيمم عند الاكس يساوي بي اذا اف اوف اكس اقل من او يساوي اف اوف بي. طلع لي هاي البي، انا بدي اجي قبل البي يبقى من هنا، يبقى هذه النقطة اللي احداث يتبعها بي ناقص دلتا، صحيح ولا لا؟ يبقى من عند البي مغلقة ومن عند البي ناقص دلتا مفتوحة، وجيت طالع بالسلامة هيك قابلت المنحنى هنا، يبقى صارت القيمة هاي الحمراء اللي فوق عندي هذه مالها أكبر ما يمكن، يبقى ايش بصير؟ لوكال ماكسيمم. إذا أنا حددت اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم على الكلوزد انترفال A و B، ابتدأت بالانترور بوينت وانتهيت بمين؟ بالإن بوينت. يبقى هذا كل اللي تكلمته لسه في اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم، عرفنا شو وضعها على الانترور بوينت وعرفنا شو وضعها على الإن بوينت، تمام؟ وكله زي ما أنت شايف في كل عند كل نقطة باخذ open interval، تمام؟ حوالين مين؟ حوالين النقطة إياها. طب نرجع بالذاكرة لتعريف المرة الماضية، بدي أكبر قيمة للدالة على كل الدومين تبعها، ممتاز. الدومين من وين لوين؟ من A إلى B، أكبر قيمة اللي هي عندي هذه فوق، يبقى هذه قلت absolute maximum، يبقى اللوكال ماكسيمم وابسوليوت ماكسيمم في نفس الوقت، تمام؟ طب بدي ادور اشوف في ابسوليوت مينيمم ولا لا، باجي على المنحنى بلاقي النقطة هذه اقل ما يمكن، لا يوجد قيمة للدالة اقل منها، يبقى هذه كمان ابسوليوت ماله مينيمم لهذه الدالة. اذا ربطنا كلام المرة الماضية بالمرة هذه، هذه المرة اللي بقيت اخذ مناطق او نقط موضعية open interval، شغلة موضعية حول النقطة حددت منها اللوكال ماكسيموم، يعني قيم عظمى او صغرى محلية. لما اقول محلية يعني في منطقة دون الاخرى من الدومين تبع الدالة، لكن لما اقول absolute maximum بدي ادور اكبر قيمة على الفترة كل المعرف عليها الدالة واقل قيمة على كل الفترة المعرف عليها الدالة. شايف شو الفرق ما بين الاثنين؟ فرق شاسع. اذا كل absolute maximum او absolute minimum هي local maximum او local minimum، لكن العكس ليس بالضرورة صحيحا، تمام؟ طيب هذا لغاية النقطة هذه. تعال شوف النظرية هذه ايش بتقول. النظرية بيقول لي لو كان الاف هاز اي لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم فاليو عند انترور بوينت موجودة في دومين الدالة، وكانت المشتقة معرفة عندها، لازم تكون المشتقة عند هذه النقطة تساوي قد ايش؟ تساوي زيرو. انا بدي اعيد قراءة النظرية بالعربي وشوفوا لي قراءتي هذه صح والله خطأ. انا لما قرأتها فهمت ما بدي اروح اجيب الدالة واروح اشتقها، تمام؟ ولما اشتقها بدي اشوف ما هي القيمة اللي عند المشتقة تساوي زيرو. القيمة اللي عندها تشتقها بتبقى تساوي زيرو، بتبقى هي لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم. قرأتي هيك صح ولا غلط؟ عين الخطأ، انت قلبت الموضوع 180 درجة. الدالة النظرية ما قلتش هيك، هذا مفهوم خاطئ. طب بدنا نقرأ صح، بقول له الدالة لو كان لها لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم، ان وجد اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم لهذه الدالة كان موجود، تمام؟ ممتاز جدا. اثنين، المشتقة عند هذه المواقع معرفة، إن حدث ذلك يجب أن تكون المشتقة تساوي قد ايش؟ زيرو. شو يعني المشتقة تساوي زيرو؟ يعني المماس للمنحنى يكون أفقيا موازي لمحور اكس. تعال نشوف كلامنا هذا على الطبيعة صحيح ولا لا. أنا عندي هنا ايش قلت؟
لوكال ماكسيمم. لو جيت رسمت مماس هيك يبقى هذا مماس افقي عند هذه النقطة تبقى اف برايم اوف سي 1 يساوي زير. طيب بدي اجي عند النقطة هذه وارسم كمان مماس افقي يبقى عند هذه النقطة اف برايم اوف سي 2 يساوي زير. طب بدي اجي عند النقطة هذه وارسم مماس يبقى اف برايم اوف سي 4 يبقى اف برايم اوف سي 1 يساوي اف برايم اوف سي 2 يساوي اف برايم اوف سي 4 يساوي 0. طب ايش رايك في اف برايم اوف سي 3؟ اي باجي عند سي 3 فوق المشتقه اكزيست؟ لا. ليش؟ لانه عندي كسب. كويس. يبقى هنا اف برايم اوف سي 3 از انديفايند. هذه ما هياش معرفه المشتقه عندها لانه في عندي بين قوسين تقدر تقول لي كسب رجوع حاد للمنحنى. تمام. عند النقطه فوق اكم مماس بقدر ارسم فوق؟ ما لا نهايه من المماسات. ارسم زي ما بدك اي خط تمر بهذا النقطه بصير مماس. بس هنا لا يوجد الا مماسا واحدا فقط لا غير. وقيمة المشتقة عند هذه النقطة تساوي زيرو يعني المماس يكون أفقيا. لكن فوق هنا انسى الموضوع. يبقى مرة تانية لو كان الدالة لها لوكال ماكسيمم ولوكال مينيمم والمشتقة معرفة إذا قيمة المشتقة يجب أن تكون يساوي زيرو وين؟ عند هذه النقاط. يبقى إذا قرأ نظرية أو عبارة بنقرأها قراءة صحيحة مش نروح نفسر على كيفنا. قال لو في لوكال ماكسيمم أو لوكال مينيمم موجودة والمشتقة معرفة إذا يجب أن تكون المشتقة مالها تساوي زيرو. طب خذ الريمارك الثانية هذه. خذ الريمارك الثانية اللي عندنا هذه. بيقول لي إيش؟ إحنا حتى الآن من اول ما دير ما قلناش في اكستريم فاليو ما قلناش في إكستريم. كله بنتكلم عن المشتقه واللوكال ماكسيمم لكن موضوع السكشن الاكستريم فاليو للفانكشن مش كتبنا العنوان المره اللي فاتت. طيب بدنا نيجي للاكستريم فاليوز هذه. بيقول لي الداله اف هاز اكستريم فاليوز اونلي ان ذا فولوينج بليسز. وين اروح ادور على الاكستريم فاليوز لمين؟ للداله القيم القصوى لمين؟ لهذه الداله. بقول لي في ثلاثه مواقع. الموقع الاول عند النقاط الداخليه للمشتقه عندها يساوي وين؟ زيرو. فعلا هي سي 1 وسي 2 وسي 4 يبقى هاي المواقع للمشتقة عندها تساوي زيرو. اذا هذه اكستريم فاليو عند السي 1 واكستريم فاليو عند السي 2 واكستريم فاليو عند السي 4 النقطة الاولى. النقطة الثانية بدك انترور بوينت بحيث المشتقة عندها مالها غير معرفة يبقى باجي عندها السي 3 هل المشتقة معرفة؟ لا. يبقى هاي اربعة اكستريم فاليوز. ثلاثة المشتقة عندهم معرفة وتساوي زيرو. الرابعة المشتقة عندهم مالها غير معرفة. خلصنا؟ ما خلصناش لسه. النقطة الثالثة بيقول لي الان بوينتس اوف ذا دومين اوف فانكشن. اذا عندك كلوزد انترفل او كلوزد من شقة اوبن من شقة ثانية بدك تروح عند الكلوزد تحسب قيم الدالة لانه ده يعتبر قيم متطرفة. اذا القيم المتطرفة للدالة هي القيم اللي بتكون عندها طرفي الانترفل وكذلك اذا المشتقة عندها تساوي زيرو او المشتقة بتكون مالها غير معرفة. يبقى بندور على الاكستريم فاليوز في ثلاثة مواضع. دير بالك ركز كويس بعد شوية بدنا ناخد امثلة على ذلك. بدي اروح ادور وين الاكستريم فاليوز. بدي اشتق وساوي بزيرو وطلع قيم اكس اللي بتخلي المشتقة تساوي زيرو. اثنين بدي ادور على القيم اللي بتخلي المشتقة غير معرفة.
ثلاثة بروح أدور وين على الانفوس بكون جبت الاكستريم فاليوز. تمام، يبقى هاي كل الكلام النظري حطنا على الرسمة تبعتنا. أجاني تعريف ثاني بيقول لي ان انترور بوينت في دومين الدالف، لازلنا مع النقاط الداخلية اللي المشتقة عندها تساوي زيرو او المشتقة عندها ما هياش معرفة بسميها كريتيكال بوينت. يبقى ما هي النقاط الحرجة لدالة او النقط الحرجة لدالة؟ هي تلك النقط اللي المشتقة عندها تساوي زيرو او المشتقة عندها غير، بس انترور بوينت مش الاطراف. يعني لو جينا سألنا حالنا من خلال الرسمة اللي عندنا ما هي الكريتيكال بوينت، بقول له قديش؟ أربعة. سي واحد وسي اثنين وسي أربعة المشتقة عندها تساوي زيرو، سي ثلاثة المشتقة عندها undefined. يبقى هدول الأربعة هم الكريتيكال بوينت. نواصل ما كنا نتحدث به ونحاول أن نجمل الريمارك والديفينيشن باثنين بمعلومة، نجمل اثنين بالمعلومة التالية. المعلومة التالية بيقول لي from the above remark and definition، هاي الريمارك وهذا الديفينيشن. ايش بيقول لي هذا؟ we say that انه the extreme values okay. هنحط لك هذا الكلام في الملاحظة التالية remark. The function f may have a critical point at x يساوي c and this point وهذه النقطة need not be a local extreme value. Example. شوف يا سيدي. بتقول لي الدالة F ممكن يكون لها critical point عند X يساوي C، لكن هذه النقطة ليس بالضرورة أن تكون extreme value. احنا قلنا extreme value المشتقة عندها بزيرو أو غير معرفة أو end point. تمام، هنا بيقول لي لو عندك critical point ليس بالضرورة نتبقى extreme، يعني مش كل كريتيكال بوينت هي اكستريم فاليو، لكن العكس صحيح، كل اكستريم فاليو يجب ان تكون كريتيكال بوينتس بس بشرط ما تكونش اند بوينتس. تمام، طيب نيجي النقطة هذه. لو قلت لك خذ للاف اوف اكس يساوي اكس تكعيب اشتق، يبقى اف برايم اوف اكس يساوي قديش؟ 3 اكس تربيع. هذه بتساوي 0 وقتاش؟ يبقى الاكس يساوي 0 كريتيكال بوينت، صحيح ولا لا؟ يبقى الاكس تساوي 0 از ا كريتيكال بوينت. السؤال هو هل هي اكستريم؟ يعني هل عندها لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم؟ تعال نشوف. هذا الاف اوف اكس يساوي اكس تكعيب، هذا محور اكس، هذا واي، هذه نقطة الاصل اللي هي زيرو. لو جيت رسمت المنحنى اللي عندنا يجيك المنحنى بالشكل هذا، يبقى هذا واي يساوي اكس تكعيب، وين الزيرو؟ هي الزيرو. تمام، بداخد اوبن انترفال حوالين الزيرو. تمام، حوالين هذه مشان يبقى لوكال ماكسيمم بدها تبقى هذه اكبر قيمة حواليها،
ومش هتكون لوكال مينيموم تبقى هذه أعقال القيمة في الفترة اللي حواليها. بنقول والله كويس جينا حوالين الزيرو لقيت قبل الزيرو قيم الدالة سالمة بعد الزيرو قيم الدالة يعني هذه ما طلعتش أكثر من اللي حواليها والله أقل من اللي حواليها مظبوطة لا. إذا بنفع هذه تبقى لوكال ماكسيمم أو لوك أو إكستريم فاليو يبعث لك الله. يبقى من هنا قلنا إكس يساوي زيرو إز إي كريتيكال بوينت بات ولكن الإكس يساوي زيرو إز نوت إكس أو أن إكستريم بوينت أو إكستريم فاليو. إكستريم فاليو ما هيش إكستريم فاليو. طيب لاحظ انه الاف برايم اكزيست وتساوي زيرو لكن هذه النقطه كريتيكال بوينت لكنها ليست اكستريم بوينت. خذ النمره بي لو اخذت اف اوف اكس يساوي اكس اس 12 اذا الداله هذه ها الاف از ديفايند ات x يساوي 0 دالة معرفة صحيح ولا لا؟ طب خذ لي f prime of x يبقى تلت x السالب تلتين يعني 1 على 3 x أس تلتين. هل هذه المشتقة معرفة عند الزيرو؟ لا. يبقى هذا بدي يعطي لأنه ال f prime is undefined at x يساوي زيرو. المشتقة ما هيش معرفة عند زيرو معناته هذه critical points. يبقى ال x يساوي زيرو is a critical point but not an اكستريم بوينت. تعال شوف هذا على الطبيعة. يبقى لو جينا احنا رسمنا هذه الدالة هذا محور اكس وهذا واي مرت علينا الدالة كتير قبل ذلك مش اول مرة. يبقى الدالة لو رحنا رسمناها بتجيني بالشكل هذا هيك. يبقى هذا واي يساوي اكس اس ثلث او الجذر الثالث لاكس تمام. يبقى هذا الجذر الثالث لاكس. اطلع عند الزيرو خذ لي اوبن انترفال حوالين الزيرو ها قبل الزيرو السالبة وبعد الزيرو موجبة يعني لا لوكال ماكسيمم ولا لوكال مينيمم يبقى نو اكستريم فاليو. يبقى هذه ليست اكستريم فاليو يبقى نوت اكستريم بوينت. يقول اكستريم فاليو بلاش بوينت يبقى اكستريم فاليو تمام. يبقى ممكن نقطة تبقى كريتيكال بوينت لكنها ليست اكستريم فاليو. هذه الملاحظة اللي بنقولها. طيب بدنا نطرح السؤال التالي ونحاول ان نلخص الاجابة عليه ثم نبدأ الى امثلة على كل ما سبق امثلة عملية. السؤال بيقول ما يأتي how to find سؤال how to find كيف بدك توجد the absolute extreme the absolute extreme values of continuous function on the closed interval A و B. الإجابة كالتالي answer الإجابة كالتالي. النقطة الأولى احسب الاف
at all critical points. All critical points and end points. النقطة الثانية والأخيرة. Take the largest. Take the largest and smallest. Largest and the smallest of these values. Examples. أول مثال. Find the absolute extreme values of the following functions on the given interval, given interval and graph the function. Number A, f of x يساوي 4 ناقص x تربيع وناقص 3 أقل من أو يساوي x أقل من أو يساوي الواحد. هذا الجمع تبعهم. هل اللي موجود؟ هل اللي موجود بدنا اياه؟ طيب السؤال مرة ثانية بقول لك كيف بدك توجد الابسوليوت اكستريم فاليوز. هاي جملك بسيط اللي ما اكستريم كان قلت لك ابسوليوت اكستريما وسكت. نقول لك absolute extreme values of continuous function على الفترة A و B. يبقى على فترة A و B كيف بدي أوجد الـ absolute maximum والـ absolute minimum لدالة. احنا المرة اللي فاتت بقينا بنوجده من خلال الرسم. نرسم ندور وين على قيمة على الرسم وأقل قيمة بنقول هذه absolute maximum وهذه absolute. الآن بدنا نستخدم المشتقة في التعرف على وين الكريتيكال بوينتس وين الاكستريم فاليوز ومن خلالها نوجد اللي هو مين الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم. يبقى بنعمل خطوتين. اول خطوه بدنا نحسب الكريتيكال بوينتس والانبوتس. بدي احدد وين الكريتيكال بوينتس وين الانبوتس. اثنين بدي احسب قيمه الداله عند هذه النقاط. اكبر قيمه عند هذه النقاط بقول له هذه الابسوليوت ماكسيمم واقل قيمه بقول له هذه الابسوليوت مينيمم. نبدا نطبق هذا الكلام على امثله متعدده. طبعا هذا المثال اللي بين ايدينا قال لي هات الابسوليوت اكستريم فاليوز لكل من الدوال التاليه على الفتره تبعت هذه الارسم. هذا السؤال اخذناه المره الماضيه صحيح، بس بدنا نحله الان عمليا مش زي الرسم المرة الماضية. احنا فعلا رسمنا المرة الماضية وكان رسمه على الشكل التالي. هذا محور X، هذا محور Y، هذا نقطة الأصل اللي هو زيرو، وعند الأربعة بالشكل هذا، وهنا وقف وين؟ عند اللي هو الواحد، وهنا هذا اللي هو سالب واحد، وهذه سالب اثنين، وهذه سالب ثلاثة، ونزل عندنا لمين؟ لغاية هنا قديش؟
له سالب 5. تمام. وهذا اللي هي الأربعة هنا. المرة اللي فاتت قلنا حسبنا قديش F of سالب 3 طلعت سالب 5، وقلنا F of 0 يساوي 4، يبقى هي الابسوليت ماكسيم الابسوليت مينيم. الآن بديش أشتغل بالكلام اللي فات، بدي أشتغل الشغل الرياضي من اللي تعلمناه اليوم. بقول له ماشي الحال، يبقى أول شغلة بتروح أجيب له مين؟ F prime of X اللي هو ناقص 2X. تمام. بنسويها بزيرو، في غيرها؟ يبقى بقول له is the only، بدل is the only critical point of the function f. يبقى هذه هي critical point الوحيدة، يبقى بتروح أدور عندها وين كمان؟ عند الـ end point. تمام. يبقى بدروح أجيب له الـ f of 0 يساوي 4 ناقص 0 الكل تربيع له يساوي قديش؟ 4. بروزها وروح وخليها. بعد هيك بدنا نروح نجيب الـ f of a والـ f of b، يبقى بدي أجيب له الـ f of سالب 3، يبقى هاي 4 ناقص ناقص 3 الكل تربيع يساوي سالب 5. بعد هيك بدي أجيب له الاف اوف 1، 4 ناقص 1 تربيع يساوي قديش؟ يساوي 3. هدول للتنتين هم عند الاند بوينتس اللي هو سالب 1 و3، وهذه مين؟ هذه الكريتيكال بوينت، وهذه عند ات الكريتيكال بوينت. تم. هاي حسبت كل القيم من هذول الثلاثه. قال ليش بتشوف اكبر قيمه تبقى هي الابسوليوت ماكسيم، واقل قيمه هي الابسوليوت مينيمم. باجي هنا مين الكبيره فيهم؟ 4. يبقى الاف هاز absolute maximum قديش؟ 4 at x يساوي 0. الاف has absolute minimum سالب 5 at x يساوي قديش؟ سالب 3. المرة اللي فاتت بقينا نجيب من الرسم، الان بدينا نحسب حسابات دقيقة. نيجي ناخذ المثال اللي بعده. يبقى نمرة B بيقول لي الـ F of X بده يساوي absolute value للـ X ناقص 5، والـ X هذه مش على إطلاقها، محصورة ما بين الأربعة وما بين السبعة. يبقى أول شغلة بدي أشوف له المشتقة، مشان أشوف المشتقة بدي أتخلص من حاجة اسمها absolute value. يبقى باجي بقول له الـ f of x يساوي x ناقص 5 كـ absolute value. هذه بدها تساوي x ناقص 5 وقت إيش؟ لما الـ x بدي إياها تبقى موجبة. يبقى من وين لوين؟ من 5 لغاية 7. يبقى هنا الاكس اقل من او تساوي 7 واكبر من او تساوي مين؟ 5. وتساوي ناقص اكس ناقص 5، يعني 5 ناقص اكس لما الاكس اكبر من او تساوي 4 واقل من مين؟ اقل من 5. يبقى رحت كتبت المسألة على اللي هو شكل جزئين. لو جخدت الـ F prime of X يبقى أحد أمرين، يا إما واحد لما الـ X محصورة ما بين السبعة والخمسة واستبعدت اللي يساوي، هنا سالب 1 لما الـ X أكبر من 4 وأقل من مين؟
من خمسة، شو رأيك؟ قيمتين مختلفتين، يعني عند الالتقاء عند اللي هو النقطة إكس يساوي خمسة بيكون في عندي كورنر، لأنه هذه أبسوليوت فاليو. لو رحت رسمت الرسمة هيك بقول له هذا محور إكس وهذا واي وهذه نقطة الأصل اللي هي زيرو. هذه الشيفت جهة اليمين للأبسوليوت فاليو بمقدار خمسة وبالشكل اللي عندنا هذا، تمام؟ بس قديش هذا اللي بدنا نعرفه الآن ونحدده على الرسمة. يبقى عند الخمسة الدالة قابلة للاشتقاق؟ لا، لأنه عند الخمسة المشتقة من اليمين تختلف عن المشتقة من الشمال. يبقى هنا بقول له at x يساوي خمسة ال f prime is undefined. لكن هل الدالة معرفة عند x يساوي خمسة ولا لا؟ معرف، الدالة معرفة بس المشتقة اللي مش معرفة، تمام؟ يبقى at x الفرم إذن يبقى هذا بدي يعطي لك انه ال x يساوي خمسة is a critical، او اذا بدك extreme كمان critical and extreme value. طيب تمام، معناته بدنا نحسب f of 5. في غيرها extreme value؟ فيش غيرها، يبقى هذه the only extreme value أو the only critical point. يبقى f of 5 absolute value اللي 5 ناقص 5 ويساوي قديش؟ 0. بدنا نروح عند الطرفين، يبقى بدنا نيجي ناخد f of 4 سوليوت فاليو للأربعة ناقص خمسة سوليوت فاليو للسالب واحد يبقى بواحد. يبقى هنا عند الأربعة، هاي الأربعة بدها تيجي قبلها، ممنوع تطلع أكثر من واحد، يبقى النقطة هذه أحداثي تبعها أربعة وواحد. بعد هيك بدنا نروح نجيب F of 7، يبقى بسوليوت فاليو للسبعة ناقص خمسة ويساوي قديش؟ اثنين. يبقى هي بتجي لك هي الستة هنا وهي السبعة هنا، اطلع النقطة هذه اللي السبعة واثنين. يبقى هذا الشكل الدالة فقط لا غير. باقي القيم اللي عندنا هذه الاف اوف خمسة بزيرو والاف اوف اربعة بواحد والاف اوف سبعة باثنين. ها مين الابسوليوت ماكسيمم؟ سبعة. ومين الابسوليوت مينيمم؟ اللي هو زيرو عند اكس يساوي خمسة. يبقى من هذا الكلام بقدر اقول له ما يأتي اف هاز ابسوليوت مينيمم، ابسوليوت مينيمم زيرو at x يساوي خمسة. ال f has absolute maximum اثنين at x يساوي قديش؟ at x يساوي سبعة. المثال الثاني example 2 determine the critical points of the function للدالة f of x يساوي x تربيع على x ناقص 2.
قال لي هات لي النقاط الحرجة للدالة اللي عندنا هذه بس، لا بده ابسوليوت ماكسيم بس هات لي النقاط الحرجة والله يعطيك العافية. نقول له ماشي، إذا بده اشتق وشوف وقت ايش بتساوي زيرو وقت ايش بتكون غير معرفة، يبقى هذا سوليوشن. السؤال هو هل هذه الدالة معرفة عند اكس يساوي 2؟ يعني مثلا بعد اكس يساوي 2 لا يمكن ان تكون كريتيكال بوز، هذا فيما لو طلعت، ما طلعتش خلاص بقول كفى الله المؤمن القتال. تمام، يبقى باجي بقول اول خطوة الاف از ان ديفايند ات اكس يساوي 2، وكأنه الدومين تبع الدالة من وين لوين؟ سالب انفينيتي لغاية 2 ومن 2 لانفينيتي، يعني هذا بده يعطينا كأنه دومين الدالة F بده يساوي من سالب انفينيتي لغاية 2 اتحاد 2 وانفينيتي، يعني استبعدنا من الريال لاين بس فقط مين؟ 2. طيب نيجي نشتق الدالة، يبقى الـ F برايم of X يساوي المقام في مشتقة البسط باثنين اكس ناقص البسط في مشتقة المقام على مربع المقام الاصلي، يبقى هذه بدها تساوي انه الاف برايم اوف اكس بده يساوي اثنين اكس تربيع ناقص اربعة اكس ناقص اكس تربيع على اكس ناقص 2 الكل تربيع، يعني اكس تربيع ناقص 4 اكس على اكس ناقص 2 الكل تربيع. لو اخذت الاكس عامل مشترك بضل الاكس ناقص 4 على اكس ناقص 2 الكل تربيع. اذا مشان اجيب الكريتيكال بوينتس بدي اشوف وقت ايش تساوي زيرو وقت ايش ما هيش معرفة، مظبوط. يبقى لو حطيت الاف برايم اوف اكس يساوي زيرو، هذا معناه انه اكس في اكس ناقص اربعة على اكس ناقص اثنين الكل تربيع يساوي مين؟ الزيرو. مين اللي بده يساوي زيرو، البسط ولا المقام؟ لو كان المقام يساوي زيرو كان الدالة صارت غير معرفة. تمام، يبقى هذا بده يساوي زيرو only at x يساوي 0 والx يساوي 4. في غير هيك؟ الـ f prime كمان is an defined at x يساوي 2. إذن أقول الـ x يساوي 2 هي critical point؟ لا، الدالة غير معرفة عندها من الأساس، مش في دومينها، برا دومينها، يبقى بقدرش اقول انه هذه كريتيكال بوينت. يبقى هنا الاف برايز اند ديفايند ات اكس يساوي 2 بات، ولكن الاكس يساوي 2 از نوت كريتيكال بوينت. السبب بيكوز انه 2 داز نوت بيلونج لا دومين الدالة F، مش موجودة في دومين، وبالتالي ما هياش كريتيكال. طب السؤال قال لي هات لي الكريتيكال بوينتس، بقول له the only critical points are لو الاكس يساوي زيرو عند الاكس يساوي قديش؟ 4. ايش رايك هذول اكستريم فاليوز ولا لا؟ بس الاكس يساوي 2؟ لا ما يجي لانه الداله غير معرفه عندها. نعطي كمان مثال، example 3
find the extreme values. Find the extreme values. القيم القصوى. Absolute and local. هذه أو هذه سيان. Of the function. للدالة f of x يساوي الجذر التربيعي إلى 3 زائد 2 x ناقص x تربيع. سؤال مرة ثانية بيقول لي هات للإكستريم فاليوز سواء كان أبسوليوت ماكسيمم أو أبسوليوت مينيمم أو لوكال ماكسيمم أو لوكال مينيمم لمين للدالة F of X يساوي الجذر التربيع إلى 3 زائد 2 X ناقص X تربيع. هل أعطاني انترفل يعني على كل الريال لاين؟ لا مش صحيح. مش صحيح. انت بدك تروح تشوف الدالة وين معرفة هذه. صحيح. وبناء عليه بدك تشتغل. اذا اول خطوة بدي احدد دومين هذه الدالة وبناء عليه بدي ابدأ اشتغل. اذا لو بدي اجي اخذ دومين الدالة F. باجي بقول له كل العناصر X بحيث ان كل المقدار اللي تحت الجذر بده اياه اكبر من او يساوي زيرو. تمام. يبقى هذا كل العناصر اكس بحيث ان اظن بقدر احلل هذا الى حاصل ضرب قوسين واكبر من او يساوي الزيرو. هنا 3 وهنا 1 وهنا اكس وهنا اكس وضلت الاشارة. لو قلنا هذه بالناقص بالناقص يبقى هذه بدها تكون بالزائد. بصير ناقص اكس وزائد 3 اكس بزائد 2 اكس يبقى تحليلنا سليم 100%. هذه يبقى كل العناصر اكس بحيث ان 3 ناقص اكس في 1 زائد اكس جريتر ذان اور ايكوال تو مين تو زيرو. طيب تمام تمام. اذا انا بدي اروح احدد الدومين من خلال هذه المعلومة. إذا بتروح أبحث إشارة كل قوس من هذين القوسين يبقى بدي أروح أقول له بدي إشارة الثلاثة ناقص إكس. بقول له هذا الريال لاين بتاخذ الزيرو تبعها وين؟ عند الثلاثة. هي الثلاثة. إذا لو جيت بعد الثلاثة زي أربعة بصير هذه مالها؟ سالبة. مظبوط. يبقى هاي سالبة. لو جيت قبل الثلاثة زي 2 يبقى موجبة. يبقى قبله موجبة 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 شكل عندنا هذا. بعد هيك بدي اجي اجيب اشارة القوس الثاني 1 زائد اكس بياخذ الزيرو تبعه وين؟ عند السالب 1. بعد السالب 1 زي الزيرو بصير بالموجب. يبقى هاي موجب 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 الى اخره. قبل السالب 1 زي سالب 2 بصير سالبة. طيب انا بدي اشارة حاصل الضرب 3 ناقص اكس في 1 زائد اكس. يبقى باجي بقول هاي الريال لاين وبروح بحدد الحدود الاقليمية اللي عندي. هاي هنا 3 وهاي هنا مين؟ لو سالب 1. هنا سالب هنا موجب هنا سالب. طيب انا بدي هذا الكلام يا اما زيرو يا اكبر من الزيرو موجب. اذا ما عنديش الا الفترة المغلقة سالب 3 و1. مش مصدق خد 4 وعوض في الجذر. شوفوا بطلع معرف ولا غير معرف بتلاقيه
ما هواش معرف، يبقى أصبح دومين الدالة هذه بده يساوي الفترة من عند السالب واحد لغاية الثلاثة. يعني كل المنطقة هذه يا شباب برا الحساب، وهذه كمان برا الحساب، بس ما عنديش إلا من وين لوين، من سالب واحد إلى تغير هيك ماليش علاقة فيه. تمام. طيب تعالوا شو، إذا أنا حددت الدومين تبع هذه الدالة، طب كويس. إذا بدنا نرجع نشتغل زي ما اشتغلنا هنا، بدروح أدور على مين، على الكريتيكال موس اللي يمكن تكون اكستريم ويمكن ما تكونش، الله أعلم. يبقى بدنا نيجي نشتغل، يبقى بدي اروح اخذ له الاف برايم اوف اكس، تفاضل الجذر واحد على اثنين الجذر ثلاثة زائد اثنين اكس ناقص اكس تربيع، في مشتقة ما داخل الجذر لو اثنين ناقص اثنين اكس، يبقى هذه بدها تساوي واحد ناقص اكس على الجذر التربيع لمين؟ لثلاثة زائد اثنين اكس ناقص اكس تربيع. السؤال هو هل المشتقة هذه معرفة عند السالب واحد والثلاثة؟ معرفة؟ لا. يبقى هدول السالب واحد بدهم يطلعوا من الدومين تبع مين؟ تبع الدالة الأصلية. اثنين، هذه بدها تساوي زيرو، لو كانت تساوي زيرو بيحصل إذا البسط هو اللي يساوي زيرو، يبقى هذا only when الواحد ناقص اكس يساوي زيرو، هذا معناته انه اكس يساوي قديش؟ يساوي واحد. طيب المشتقة هذه غير معرفة عند السالب واحد والثلاثة، عند السالب واحد والثلاثة بصير المقام زيرو. تمام. يبقى هذول يعتبر مين؟ كريتيكال بوينتس. كذلك المشتقة عندهم مالها؟ is undefined. فباجي بقول له also ال f prime is undefined، غير معرفة، at x يساوي سالب واحد and ال x يساوي ثلاثة. حط سالب واحد بصير هذه سالب اثنين، وسالب واحد بصير سالب ثلاثة، وثلاثة زيرو، عدد على صفر بما لا نهاية، والثلاثة زيه بالضبط تماما. يبقى صار الكريتيكال بوينت كم نقطة؟ استبعد السالب واحد والثلاثة؟ بستبعدهمش لأنه الدالة معرفة عندهم، مش زي السؤال اللي قبله اثنين ما كانتش الدالة معرفة. يبقى باجي بقول له الآن ذا كريتيكال points are اللي هم مين؟ الاكس يساوي سالب واحد، والاكس يساوي واحد، والاكس يساوي ثلاثة. طب ايش رايك، ما سالب واحد وثلاثة هم الاند بوينتس، دخلتهم في الحساب، والله ما دخلهم، جيات جيات شئت ام ابيت، لانهم مين؟ طرفي الانترفال، وطلب الابسوليوت وطلب اللوكال، مظبوط. طيب تعال نشوف الابسوليوت واللوكال، مين منهم ابسوليوت ومين منهم لوكال؟ مين اللي بيحكي؟ ايوه. انت مش عارف ليش؟ وكيف بنعرف ان النقطة هي اكستريم فاليو؟ اسمع يا ولد، خلينا نتناقش انت وانتوا استفيدوا، هو حيجاوب لحاله، انا متأكد حيجاوب. وكيف؟ هذا في المحاضرة اللي فاتت. لا ما كنت تجيب من الرسائل، كنت اروح اشتق، وكتبنا هي فوق في الحالات التاليه.
يبقى الاكس انفينيت بدور عليها وين؟ المشتق زيرو او عند الطرفين. ايوه كلام صحيح، ليس بالضروره تكون مضبوط ولا لا؟ صحيح، لانه صارت عندها زي الواي تساوي اكس اس ثلث وزي المعادله واي تساوي اكس تكعيب، كانت كريتيكال بوينتس فعلا لكنها ليست اكستريم. وهنا ايش طلب عندي؟ قال لي هات لي الاكستريم. مضبوط ولا لا؟ احنا حتى الان قلنا له انه هذول كريتيكال، لكن هل قلت له اكستريم؟ ما قلتش لسه، استنى شويه بس. وبعدين قال لي اذا في عندك ابسوليوت ماكسيم بدي اياه، واذا ابسوليوت مينيمم بدي اياه. طب خليني احسب قيم الداله ونتفاهم على الباقي، مش مشكله. طيب اذا انا بروح اجيب له مين؟ الاف اوف سالب واحد هو الاف اوف ثلاثه، اكيد اللي هو قديش؟ زيرو. هذا حسبناه كويس. طيب هذا بده يساوي زيرو، يبقى هذه تعتبر كم قيمة؟ قيمة واحدة بس عند موقعين. تمام، بدنا نجيب اف اوف واحد. برجع بقول هاي الجذر التربيعي، ثلاثة زائد اثنين في واحد ناقص واحد تربيع، يبقى جذر الاربعة يبقى قديش؟ اثنين. ممتاز جدا. انا مش انا اجيب الابسل بتتاكد وين لسه، بقدر احكم الان من خلالهم على ابسليوت ماكسيم ولا ابسليوت مينيمم، لكن بضل اللوكال مش صحيح. بدك تجيب هذا الكلام، بقول له بسيطه وين الاف برايم؟ هيها امشي لحد هنا. تمام، يبقى هذه الان حددناها، يبقى المشكله هذه وين؟ عند الواحد، صحيح ولا لا؟ يبقى لو بدي احسب الاشارات بدي ادخل حساب الواحد في الموضوع. تمام، هذول جبنا اشاراتهم، القوس هذا هيو، صحيح ولا لا؟ يبقى هذول المشتقة مقسومة على بعض قسمة، يعني انا عندي الاف برايم اوف اكس يساوي واحد ناقص اكس على الجذر التربيعي لمين؟ لثلاثة ناقص اكس في واحد زائد اكس. كويس؟ الان هاي الاشارات اللي عندي، هذا كله عندنا اشارة اللي هو مين؟ واحد ناقص اكس. بقول له هاي الريال لاين وهاي الواحد اللي عندي. الان بعد الواحد زي اثنين والثلاثة ايش بتكون؟ سالب، او قبله موجب. تمام، الان بدي اجي اخذ اشارة ثلاثة ناقص اكس، يبقى بروح وين؟ عندي الثلاثة، الثلاثة بتيجي بعد اثنين، لو اخذت اربعة تبقى سالب. مظبوط، قبل الثلاثة ها قبل زي اثنين بتكون موجب، موجب موجب، بس ممنوع ترجع عن سالب واحد، وهنا ممنوع تزيد عن مين؟ عن الثلاثة. كويس، وهنا ممنوع لحد هنا بس، لأن الدومين تبع الدالة كان من سالب واحد لوين؟ لغاية ثلاثة. بعد هيك بدك تروح تجيب إشارة اللي هو الواحد زائد الإكس، وبرضه من عند هنا لغاية مين الثلاثة؟ عند السالب واحد. بعد السالب واحد، هاي سالب واحد زي زيرو بصير موجب. مظبوط، وبقدر شيء قبل السالب واحد بصير ما سالب، بس ما عنديش، يبقى انا مقيد بالحدود الاقليميه اللي عندي هذه، وهي مين؟ وهي الواحد. يبقى بدي اجي اخذ اشاره واحد زائد اكس، ولا واحد ناقص اكس اللي عندنا في البسط، واحد ناقص اكس على الجذر التربيعي لثلاثة زائد اثنين اكس ناقص اكس تربيع، وهذا الريال لاين اللي عندنا. يبقى الفترة هذه سالبة وهذه موجبة، يعني الدالة كانت تزايدية وراحت صارت ايش؟ تناقصية.
تمام؟ يعني الدالة كانت طالعة من تحت لفوق ومن فوق نزلت لوين؟ لتحت. يبقى الابسوليوت ماكسيمم قديش؟ ابسوليوت ماكسيمم ابسوليوت ماكسيمم 2 عند اكس يساوي 1. هذا الواحد وهذا 3 وهذا سالب 1. الاف هاز ابسوليوت ماكسيمم وفي نفس الوقت لوكال ماكسيمم لأنها غيرت من زائد إلى ناقص and local maximum 2 at x يساوي 1. يبقى عند x يساوي 1 في عندي absolute maximum و local maximum. ضل مين؟ ضل عندي السالب 1 وعندي 3. ايش رايك عندي السالب 1؟ كانت وين؟ تحت واجت طالعة. وعندي الثلاثة كانت فوق ونزلة. يبقى عندي الثلاثة والواحد ايش في عندي؟ لوكال مينيمم وفي نفس الوقت ابسوليوت مينيمم لانه اقل ما يمكن وهو الصفر عندهم. يبقى هنا الاف هاز ابسوليوت مينيمم اند local minimum at طبعا zero zero at x يساوي سالب 1 and x يساوي 3. ايش عرفك انه التنتين minimum لانه اثنين يعطوني مين؟ نفس القيمة والدالة من تحت اجت طالعة لفوق وهنا نزلت لوين؟ لتحت وهكذا. ناخذ كمان مثال. طب حدا فيكم بيقدر يقول لي هذه معادلة ايش هيك؟ هي اللي تو هذه. هاي واي يساوي الجذر التربيعي 3 زائد 2 اكس ناقص اكس تربيع. حدا بيقدر يقول لي معادلة ايش هذه؟ طبعا دائرة بس مش دائرة كاملة. نصف دائرة اللي بس مركزها ما هوش نقطة الأصل. يعني هذه لو حبيت أعرف مين هي هذه الدائرة بجي بقول له هذه وتساوي الجذر التربيع. هذه مشان تصير مربع كامل بضيف لها واحد وبطرح واحد. يعني هذه 4 ناقص 1 زائد 2 إكس ناقص إكس تربيع. 4 ناقص 1 اللي هي بثلاثة ما سويت شيء. تمام؟ هذه بقدر أقول اللي هو الجذر التربيعي لأربعة وناقص عامل مشترك بضل إكس تربيع ناقص 2 إكس زائد 1. أخذت من الثلاث ترمات عامل مشترك اللي هو الإشارة سالب. يبقى هذا الجذر التربيعي لأربعة ناقص إكس ناقص 1 الكل تربيع. يعني هذه لو ربعت بصير واي تربيع يساوي 4 ناقص اكس ناقص 1 الكل تربيع. يعني هذه اكس ناقص 1 الكل تربيع زائد واي تربيع تساوي 4. هذه بس مجرد معلومات زياده مشان ناكد لك الوضع اللي عندنا. يبقى لو جيت ارسمها باجي بقول له كويس هذا محور اكس هذا محور واي هذه نقطه الاصل اللي هي زيرو. هذه دائرة مركزها النقطة 1 و0 يعني شفت جهة اليمين بمقدار 1 و0 اللي هي النقطة هذه ونصف القطر يساوي قديش؟ 2. يبقى هذا 2
يعني بده يصير هذا كله 2، يبقى هنا قديش بتبقى 3 و0، وهنا بدي ارجع 2 اللي هو سالب 1 و0، ونصف القطر 2، يبقى بدي اطلع هنا لغايه قد اقل شويه، يبقى الدائره بتجي لك هيك الشكل اللي عندنا. هذا بده يكون اللي هو 1 و2. لاحظ هذه ابسوليوت ماكسيمم وفي نفس الوقت لوكال ماكسيمم، وهذه ابسوليوت مينيمم وفي نفس الوقت لوكال مينيمم. يبقى هذه ابسوليوت اند لوكال ماكسيمم، هذول التنتين اكس يساوي سالب 1 اند الاكس يساوي 3 r ابسوليوت اند لوكال مينيمم اللي هو قيمتها 0 عند النقطتين الاثنين هذول. طب المثال الاخير في هذا السكشن اللي هو مثال 4، اكزامبل 4، بيقول فايند ذا دومين، الدومين والكريتيكال بوينتس، والكريتيكال بوينتس اند ذا اكستريم فاليوز اند ذا اكستريم فاليوز سواء كان ابسوليوت and local for the function f of x يساوي x تربيع الجذر التربيع الى 3 ناقص x. أظن الخانة هذيك انتهينا منها زمان. هذا الرسمة حدا بده إياها؟ طيب نرجع لسؤالنا مرة ثانية. قال لي هات لي دومين الدالة، يبقى خلينا نجيب الدومين قبل لا نبدا نشتغل. هذه يا شباب تعتبر فانكشن، وهي تعتبر ايه؟ فانكشن ثاني، وحاصل ضرب تو فانكشنز، حاصل ضرب الدومين تبعهم الانترسكشن بين تو دومينز. هذه الدومين تبعها من وين لوين؟ سالب انفينيتي لانفينيتي. هذه الدومين تبعها بدي اجيبه، بكل انترسكشن ما بين اثنين هو دومين هذه، مظبوط؟ يبقى باجي بقول له بدي دومين الدالة F وكل العناصر X بحيث أن الثلاثة ناقص X بدي إياها greater than or equal to zero. بدي كل الكمية اللي تحت الجذر تبقى تساوي zero، يعني كل العناصر X بحيث أن الثلاثة greater than or equal to X، يعني X أقل من أو يساوي قديش؟ 3، يعني من سالب انفينيتي لغاية 3 كلوز من عند الثلاثة. تمام، هاي جبنا له المطلوب الأول من المسألة. أظن الرسمة هذه انتهينا منها. طيب انتهينا من المطلوب الأول. المطلوب الثاني قال لي هات لي الكريتيكال بوينتس. الكريتيكال بوينتس بدي اشتق واسوي بزيرو او تبقى غير معرفه. باجي بقول له كويس، يبقى بدي اجي اخذ الاف برايم اوف اكس، هذه مشتقه حاصل ضرب دالتين، الداله في مشتقه الداله الثانيه 1/2 الجذر التربيع الى 3 ناقص اكس في مشتقه ما تحت الجذر اللي هو بقديش؟ بسالب 1. يبقى هذه الأولى في مشتقة الدالة الثانية،
زائد الدال مشتقة الدال 4 اكس تربيع كله على 2 الجذر التربيعي اللي 3 ناقص اكس. يبقى اصبحت النتيجة على الشكل التالي 12 اكس ناقص 5 اكس تربيع على 2 الجذر التربيعي اللي 3 ناقص اكس. يعني هذا لو اخذت الاكس عامل مشترك بيضل 12 ناقص 5 اكس كله على 2 الجذر التربيعي اللي 3 ناقص اكس. لو حطيت هذا الكلام يساوي زيرو، هذا بده يعطي لك مين؟ البسط، هو الذي يساوي زيرو. يبقى هذا بده يعطينا مين؟ يعطينا انه اكس في 12 ناقص 5 اكس بده يساوي زيرو. هذا بده يعطي لك انه اكس يساوي زيرو والاكس يساوي 12 على 5. طيب سؤال، هل المشتقة معرفة عندي الثلاثة؟ لا. طب الثلاثة في الدومين تبعت الدالة؟ موجودة. يبقى باجي بقول له هنا الاف برايم از ان ديفايند ات اكس يساوي 3. من هذا الكلام بستنتج the points اللي هم مين؟ x يساوي 0 والx يساوي 12 على 5 and الx بده يساوي 3 are the critical points of the function f. نرجع، قال لي هات الكريتيكال بوينتس للدالة هذه، جبت الكريتيكال بوينتس للدالة هذه، قال لي and the extreme values سواء كان absolute maximum أو absolute minimum لمين؟ لهذه الدالة. كويس. طيب لاحظ إنه الثلاثة هذه هي end point لمين؟ للفانكشن اللي عندنا. يبقى هاي كل القيم اللي بدي أحسبهم بس وين؟ في ثلاثة مواضع. يبقى بدي اجي اقول له بدي احسب له الاف اوف زيرو قديش تساوي؟ زيرو، مظبوط. بدي احسب له الاف اوف 12 على 5 ويساوي 12 على 5 الكل تربيع في الجذر التربيعي اللي 3 ناقص 12 على 5 144 على 25 الجذر التربيعي 15 لو 3 أخماس. 15 ناقص 12 لو بضل 3 أخماس. يبقى هاي القيمة. بدنا نحسب له كمان F of 3، تمام؟ ال F of 3 طبعا يبقى قديش؟ بزيرو، تمام. يبقى حسبت له قديش قيم الدالة عند النقاط الثلاث اللي عندنا. لكن أنا بدي أعرف هاي المشتقة، امشي هاي المشتقة اللي عندي، بدي أشوف وين اللوكال ماكسيموم واللوكال مينيموم والتزايد وما إلى ذلك. يبقى بدي أحسب الإشارات اللي عندنا يعني. بقول له بسيطة جدا، إذا بدي أروح أخذ إشارة من الإكس، بقول له هاي الريال لاين كله وهاي الزيرو، بعد الزيرو بوزيتيف وقبل الزيرو ايه؟ نيجاتيف. بس ممنوع تفوت الثلاثة، صح؟ مش على اطلاقه. اذا لو قلت هنا ثلاثة ستوب ممنوع تتعداها. بعد هيك بدي اجي اخذ اشارة اللي هو 12 ناقص 5 اكس، هذا الريال لاين قلنا الاكس عندها بتساوي زيرو عند 12 على 5. 12 على 5 يعني 52، يعني اقل من 3، يعني 12 على 5 بتجيني هنا. يبقى هذا 12
على 5. اذا لو جت بعد 12 على 5 بعد زي 3 مثلا بتكون سالبة، مظبوط؟ يبقى هذه هنا هاي 12 على 5 بتصير سالبة، وهي 3 تتعدهاش، ولو جيت قبلها تبقى موجبة، وخليك ماشي زي ما بدك من هنا لسالب انفينيتي. بدي اجي للي بعدها، لاثنين الجذر التربيعي لثلاثة ناقص اكس، هذا الريال لاين، وهذه بتاخد الزيرو تبعها وين؟ عند الثلاثة. بعد الثلاثة ما عنديش، قبل الثلاثة زي اثنين دائما وابدا بالموجب، يبقى هذا الموجب بالشكل اللي عندنا هذا كله. طب كويس، نحط الحدود الإقليمية، يبقى هذا الحدود، هذه الزيرو وهذه الاثناشر على 5، وهذه مين اللي هي الثلاثة، وهذه هنا اللي هي الاثناشر على 5، وهذه هنا الزيرو، وهذه هنا مين الثلاثة، تمام؟ طبعا زائد في ناقص بناقص على زائد بناقص، زائد في زائد بزائد على زائد بزائد، ناقص في زائد بناقص على زائد بناقص، بالشكل اللي عندنا هنا. يعني الدالة كانت decreasing صارت increasing، رجعت decreasing، تمام؟ سؤال هو في عندي absolute maximum، absolute maximum بقول ايش local absolute maximum، انا جاي من عندي السالب انفينيتي ومن ما قال الله على الله ما بقوله، وجاي نازل، يعني الدالة هذه جاية من فوق ونازلة، في عندي absolute maximum؟ ما عنديش. ليش؟ انه جاي من سالب انفينيتي، يبقى نو ابسوليوت ماكسيمم، ما عنديش. يبقى بروح بقول له الاف هاز نو ابسوليوت ماكسيمم. طب في عندي لوكال ماكسيمم؟ لوكال ماكسيمم وين؟ عند 12 على 5، هذه عند 12 على 5، عند 12 على 5 F of 12 على 5 وين جبناها؟ F of 12 على 5 رقمناها، يبقى باجي بقول له الـ F has absolute maximum local، صحيح local maximum اللي هو 144 على 25 جذر 3 أخماس at x يساوي 12 على 5 سوليوت ماكسيمم. شو رايك عندي الزيرو؟ قديش قيمة الدالة عندي الزيرو؟ لفو زيرو، وكذلك عند مين؟ عندي الثلاثة، يبقى الاف هاز لوكال، بنفع كمان ابسوليوت؟ بينفع، فيش غيرهم، تنزلش عن مين؟ عن الزيرو بتاتا، لانه اذا انزل نزلت لغايه الزيرو وطلعت ل 144 مش عارف ايه، وعاودت نزلت لمين؟ للزيرو عند الثلاثه، وبعد الثلاثه ما عنديش داله، بس لو عندي بعد الثلاثه ماشيه لانفينيتي ظلت نازله لوين؟ لسالب انفينيتي، وبالتالي بصير ما عنديش لوكال مينيمم. يبقى اف هاز اي لوكال and absolute minimum zero at x يساوي zero and x يساوي 3. يبقى عندي الزيرو وعندي الثلاثة في local minimum وفي absolute، يعني صار الابسولوت في موقعين لكنه اعطاني مين؟ نفس النتيجة اللي هو زيرو. هذا له يتساؤل هنا. طيب وصلنا الآن لنهاية هذا السكشن اللي هو 4-1. إليكم الإكسرسايزز.
واحد لتسعة وستين الأد، ومن سبعين لغاية ثلاثة وسبعين.